في حديث العرب من مصر، الصحافة والدراما والحوار الوطني وتجديد الفكر والخطاب الديني. من جيل إلى جيل سلمت الصحافة راياتها لصحفيين وكتاب نابهين حملوا على عاتقهم رسالتها النبيلة في الدفاع عن شرف الكلمة وعن حق المواطن في المعرفة. الدراما السياسية دي أعتقد أن حاولت أن أنا أسد جانبا فيها، فظهر مولانا وظهر الضيف وظهر صاحب المقام وظهر فاتن أمل حربي. موضوع المرأة والقوانين التي تحكم حياة المرأة شغلات؟ لازم أنشغل بالمرأة. ليه؟ لأنه هي العمود الحقيقي للمجتمع. وعن طرق المواجهة وحماية المجتمع. الحوار المجتمعي ألا يحوي مثل تلك الأفكار؟ إحنا نطالب بمؤتمر لتجديد الخطاب الديني، ذلك الذي طلبه السيد رئيس الجمهورية شخصيا. البعض بيفهم أحيانا أنك ضد بعض رجال الدين. سهل جدا أنك أنت تيجي تناقش أي صاحب أفكار متطرفة فيقولك ده أنت ضد الدين. حوار جديد في حديث العرب من مصر غدا 7 مساء على قناة مصر الأولى.